نيسان كاشكاي موديل 2008 هي سيارة موجودة اليوم على بلاتو أوتو فوكس. سيارة إذا فينا نقول عنها شغلة هي it's very practical. سيارة فينا نعمل فيها شو ما كان. It's a compact SUV صغيرة، وكانت البرودكشن تبعيتها بلشت ب 2006 وبلشت السيلز شركة نيسان فيها ب 2007. It's one of the safest cars on the road بما أنه أخذت بال 2007 اليورو ستار 5 ستار بالسيفتي تبعها، وهي أعلى نقطة معقول تاخدها حيالة سيارة، وخصوصا ان اس يو في اللي اكيد دائما في خطر بالاس يو في تيبينج بوينت معقول توقع ظهرها، بس السيارة apparently is very safe. كمان شغلة بالديزاين تبعها بما انه هي على نفس البلاتفورم تبع الاكس تريل بس بتجي على اصغر بشوي صغيرة، عالية عن الارض كجراوند كليرنس. هذا الشيء اكيد شوي غريب لانه سيارة صغيرة و اتس كروس اوفر كومباكت اس يو في. 17 انش الجنوطة تبعيتها، وفينا نقول على السياره دي نيو تايرز. الشكل ما تغير لسنه 2010، ضلوا البرودكشن من 2007 2008 2009 بنفس الشكل. 2010 اجى تعديل بسيط، و 2011 2012 ضلت على نفس الشكل تبع 2010. هلا عم نشوف هون الفيرجنز اللي اجوا على الميدل ايست تقريبا، عم نشوف كنا الاس اي ليميتد وغيرها، وننتبه كمان على الاول ويل درايف اللي فينا نسوقها كمان السياره بتو ويل درايف. خلينا نوقف هون ونشوف شكلها اول شيء من ورا، ونفتح الصندوق. الصندوق اكيد واسع بساع كثير قصص بما انه اتس كار فور فاميليز، وبنفس الوقت اتس كار للشباب، بنعوز اكيد سبيس، وكمان ريتراكتبل سيتس بحال كنا رايحين لرحله طويله ومعنا كثير غراض بقلب السياره لننقلهم، فينا كمان نسكر المقاعد الورانيه. كمان انعمل منها للكاشكاي اكستندد فيرجن، يعني 7 سيتر، وسميت كاشكاي بلس 2 بال 2009، بس بعدنا هون اكيد بالموديل تبع 2008 يلي اكيد شكل كمان كثير حلو. واسمها باليابان للسياره هي زيتا، وباستراليا دواليس، بس اكيد حبوا يسموها كاشكاي للترايب يلي كانت ون اوف ذا ترايبز يلي موجوده باسيا، سموها على نفس الاسم. هلا الشكل اكيد الخارجي شوي ايروديناميك، كمان في عم نشوف كروم فينيشينج من تحت على التريمز. رح ننتقل ونشوف داخل السياره، خليكم تفوتوا عليها للسياره. اتس فيري سمبلستيك ديزاينز، very practical، كل شيء مريح بقلبها من ناحيه اكيد الهيد روم، من ناحيه كمان عم نشوف السيتس يلي لونهم احمر، كمان شكلها سبار شوي من جوا شبابيه. السي في تي ترانزميشن بوكس عم نشوف اكيد الاوتوماتيك ترانزميشن يلي كمان بيجي فيها مانيوال فينا نتحكم فيها. It's a CVT. كمان نظام الـ ESP، الـ ABS والـ EBD هن أنظمة تكون السيارة ثابتة على الأرض. مصدر هالسيارة اليابان. سرعة قصوى بتوصل 180 كيلومتر بالساعة. أكيد كمان عم نشوف الـ Steering Wheel والأنالوج، كل شيء مبين بقلبها. كمان فيها CD Player و Climate Control. كمان Airbags حتى تكون السيارة دايما سيف وتكون كل الباسنجرز بقلبها. مثل ما بذكركم اتس يورو ستار 5 ستار ريتنج على السيفتي، من ناحيه اكيد شركة الانشورنس اللي بتعطي هالريتنج، وكلهم بيكونوا كولكتفلي عم بيجمعوا ويكونوا عم بيعملوا تيستينج وكراش تيست للسيارات. الكاشكاي كمان اللي موجوده معنا 150 حصان، 196 نيوتن متر على الدوره بالدقيقه، اكيد 11.3 ثواني من 0 ل 100. سيارة منا سريعة، منا كمان معمولة للأوف رود، سيارة اتس سيتي كار، بنفس الوقت كمان اتس سيف، معمولة للعيال وبنفس الوقت كمان معمولة للأشخاص اللي بحبوا يسوقوا السيارة ويطمنوا بالهم، وخصوصا اتس ا فيري جود كار للواحد يشتريها لأولادهم. أكيد بحال كانت اتس ا فيرست كار لإلهم. هون عم نشوف الانلاين 4 انجن 2.0 لتر، واكيد 2.0 لتر ما اجت غيرها على الميدل ايست، في فيرجنز غير ديزل وبتجي وغيرها، بس ولكن مش موجوده لاكيد السوق الميدل ايست او الشرق الاوسط. بنشوف اكيد كمان فيرجنز هايبريد نزلوا بعدين لاوروبا وكمان لامريكا. هذا اكيد الشكل تبع الموتور تبعها، واكيد دائما نيسان معروفه بالانجينيرينج
صار بتصير الاسامبلي تبع هالسياره بلندن بانجلترا مش بالمصانع تبع نيسان باليابان، وراح ينتقلوا على سانت بيترسبورغ مطرح ما اكيد رح يكونوا عم بغيروا المصنع تبعها تكون قريبه اكثر من العالم، وخصوصا الماركت الاسيوي اللي كثير كبير وكثير مهم فيها. الاول ويل درايف مثل ما قلت لكم فينا نتحولها للسياره لتو ويل درايف، وكمان فيول ايكونومي كثير مهمه، تقريبا بتعمل 200 بالتنكي، ف اتس ا فيري فيول ايكونومي كار، ومثل ما قلت لكم اتس ا جود ستارت اب كار، وكمان اتس ا جود فاميلي كار لكل الاشخاص اللي مهتمين فيها. هالسياره ماشيه 74 كيلومتر من سنه 2008 وموجوده اكيد باكيد اللون الاسود اللي موجود معنا هون بالاستوديو، وبسعر كثير خاص لكل مشاهدي اوتو فوكس يلي هو 22000 دولار امريكي فقط. اكيد فيكم تسالوا عن السياره الموجوده معنا تقريبا لمده يومين بالام تي في على الارقام اللي عم تشوفوها على الشاشه، وكمان يو كان فيزيت wheelers.com.lb تشوفوا كل الزيرو كيلومترز كار يلي اكيد حابين تشوفوها بالسوق اللبناني. لكن نيسان كاشكاي 2008 انجوي.